شركة أبو ظبي للخدمات الصحية، صحة شريكك الصحي مدى الحياة. أرحب فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كيف الصحة. موضوع اليوم هو عن البروتينات والهرمونات اللي يتعاطاها رياضو كمال الأجسام، وبنتناولها حسب المحاور التالية. أول شيء نتكلم عن بناء الأجسام بين البروتينات الهدامة والبناءة، وفي المحور الثاني عندنا شهادة حية من رياضي كمال الأجسام، وأخيرا في المحور الثالث نتكلم عن دراسات حول مخاطر تعاطي الهرمونات. حلقتنا مهمة جدا جدا لكم يا الشباب، فتابعوا ونراجع لكم. كثيرا ما تقرن البروتينات الصناعية والهرمونات ببناء العضلات، فبالفعل للبروتين الطبيعي دور فعال في تكوين الأنسجة، لكن ظهرت دراسات عدة توضح مدى خطورة البروتين الصناعي الذي يؤخذ سواء كحقن أو حبوب أو مسحوق. لنتابع هذا التقرير عن دور البروتين في جسم الإنسان، خلينا نشوفه ويا بعض. البروتين دور فعال في بناء وإصلاح الأنسجة، إذ يحتاج كل فرد منا إلى حوالي 20 حمض أميني لينعم بصحة جيدة. فالبروتين يساهم بشكل فعال في نمو الأظافر والعضلات والشعر. وقد صرحت المنظمة الأمريكية للغذاء والدواء بأن الكمية اليومية التي ينصح بتناولها من البروتين هي 10% من مجموع السعرات الحرارية، حيث أن كل جرام من البروتين يعطينا 4 سعرات حرارية. وتتوفر البروتينات في اللحوم والأسماك والبيض والألبان، فضلاً عن بعض المصادر النباتية كالقمح والذرة والأرز والفول. ولأن الرياضيين وخاصة المهتمين منهم بكمال الأجسام يحتاجون إلى تناول كمية أكبر من البروتينات مقارنة بالأشخاص العاديين، فإن كثيرا منهم يلجأ إلى تناول البروتينات الصناعية وبدائل الهرمونات قصد تنمية العضلات في أقل مدة زمنية ممكنة، مما يؤدي إلى إجهاد الكبد وحدوث خلل في وظائفه، فضلا عن ضمور الغدد التي تفرز هرمون الذكورة لديهم. نعم مشاهدينا، والحين عرفتوا موضوع حلقتنا وعن شو بنتكلم. خلونا نرحب بالدكتور مفلح خالد علي، ماجستير العلوم الطبية من جامعة شيفيلد، وطبيب عام طب الأسرة بعيادة الخبيصي بمستشفى العين. يا هلا فيك دكتور مجددا معنا في كيف الصحة. الله يحفظك، الله يبارك. سعيدين بوجودك معنا دكتور. شكرا كثير لك. هذا الموضوع مهم جدا. نعم. وأنا سعيدة صراحة بأن نتطرق لمثل هذه المواضيع ولهذا الموضوع اللي بسبب انتشاره وبسبب كثير من الشباب اللي حابين يصيرون هذا الشخص أو يحصلون عن هذه العضلات المفتولة. ففي البداية دكتور نتكلم عن البروتين وأنواعه قبل أن ندخل في هذه الأمور. نعم. البروتين هو جزء من الحاجات الأساسية اللي بحاجة إلى الجسم، لأن إحنا عنا عدة حاجات: بروتين، كربوهيدرات، فات، فيتامين، مينرالز، يعني السكريات والدهنيات والبروتينات والفيتامينات. هاي أساسيات تكوين الغذاء إلى الجسم. ولكن البروتين بحد ذاته هي جزيئات، مجموعة مكونة من مجموعة من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية اللي بياخذها الجسم وبكسرها عن طريقة المعدة وبتمتص الدم وبتروح على الخلايا أو على الأعضاء اللي توزعها على الأنسجة وكذا. فالبروتين أساسي ومهم بجسم الإنسان. ليه؟ لأن هناك عنا على ما يقرب من 20 حمض أميني زي ما الأخوان تكلموا بالله. فالجسم بحاجة لـ 20 حمض أميني، 8 أساسي و12 غير أساسي.
ولكن البروتين عندنا يعني له أنواع كثيرة، بس إحنا عشان نسهل على الموضوع، بروتين عندنا نوعين، في بروتين حيواني وفي بروتين نباتي. البروتين الحيواني هو البروتينات اللي بناخذها من عن طريقة الحيوان، زي اللحم والبيض والأسماك والألبان ومشتقاته، طبعا الأجبان والحاجات هاي بنسميها بروتينات حيوانية، وهي فيها الحيوانات البروتينية فيها الأحماض الأمينية الثمانية الأساسية المهمة لجسم الإنسان، نجدها في البروتين الحيواني. بالبروتين الحيواني عندنا النوع الثاني هي البروتينات النباتية. البروتينات النباتية اللي هي متوفرة موجودة زي ما قال برض التقرير، بالقمح، بالذرة، بالفول الصويا، بالبقوليات، الحمص، الفول، العدس، الفاصوليا، فهي نسبة بروتينات كويسة وناخذها من بس إذا دكتور تكلمنا عن النسب، قد تكون البروتينات الموجودة في مصدرها حيواني قد تكون فيها تركيز أكثر من النباتي، فدائما الإنسان اللي حاب يحصل على مصدر بروتينات أكثر يلجأ إلى المصدر الحيواني. نعم. طيب دكتور إذا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن ما هي البروتينات وكيف توزع في جسم الإنسان، نتكلم الحين عن أهمية هذه البروتينات في جسم الإنسان. شو اللي تصنع هذه البروتينات؟ البروتين أساسي لجسم الإنسان، لأن عملوا دراسة وجدوا أنه 45% من جسم الإنسان مكون من البروتين. 45% من جسم الإنسان مكون من البروتين، إضافة أنه البروتين هو المسؤول عن العظام، عن الأظافر، عن الشعر، عن الجلد، ولذلك حتى تكون أظافر صحية وشعر صحي وبشرة صحية يجب أن يكون كمية يأخذ كمية البروتين المطلوبة. إضافة أنه إحنا بناخذ من البروتين على ما يقرب من 10-35% من الطاقة اللي بحاجة إلى الإنسان بيأخذها عن طريق البروتين. إضافة البروتين بحافظ على كمية المي الموجودة بالجسم، حتى أن هناك بعض البروتينات من الإنزيمات والهرمونات مكونة من البروتين، وهرمونات أساسية زي هرمون الإنسولين، الإنسولين اللي هو مسؤول عن ترتيب السكر بالدم، السوماتوستاتين، هذول مسائل، السوماتوستاتين والأكسيتوسين، الأكسيتوسين عند الرحم المرأة، المرأة لما تولد بحاجة لهذا الهرمون حتى يعيد الرحم إلى حجمه الطبيعي، فيبقى هاي الهرمونات موجودة من البروتين. إضافة إنه البروتين بيعطينا طاقة، والأكثر من هيك إنه في بعض الأجزاء بالجسم أو بعض الأعضاء بالجسم أساسية إلى البروتين، لو مش موجود يمكن ما تشتغل. مثلا الجهاز التنفسي عندنا، عشان يتنفس احنا بحاجة للعضلات contraction relaxation، يعني انقباض العضلات، والعضلة بدها بروتين، لو ما فيش بروتين يبقى العضلة مش هتنقبض، يبقى هتأثر على الجهاز التنفسي بتاعنا. يعني نقدر نقول البروتينات تدخل في يمكن جميع تكوينات جسم الإنسان والعمليات الحيوية اللي تكون فيه. نعم. طيب دكتور، في وايد ناس يعني يربطون بكمية البروتين وكمية العضل اللي بيصير في جسمه، كمية البروتين والصحة العامة، كمية البروتين وما يحتاجه الجسم، بس الإنسان يمكن ما يعرف، الشخص العادي ما لا يعرف كمية هالبروتين اللي يحتاجه جسمه يوميا. قد يأكل أكثر من حاجته، قد يلجأ إلى مكملات معينة، فمتى دكتور ما هي النسبة الصحيحة للشخص البالغ؟ قد نقول الشخص العادي طبعا كمية البروتين بحاجة من 0.8 لواحد جرام لكل كيلو جرام بردي، يعني الشخص العادي الطبيعي المش رياضي لكذا بحاجة من 0.8 لواحد جرام بير كيلو جرام كل كيلو جرام، الشخص الرياضي بحاجة لأكثر من واحد لواحد ونص، الشخص الرياضي أكثر اللي هو كمال الأجسام وكذا بحاجة من 2-3 جرام لكل كيلو جرام من جسمه، ولذلك هو بدي يحصل قديش وزنه ويضرب على أساس كم جرام بحاجة للبروتين ويقسمهم على عدد الوجبات اللي بياخذهم، مش ياخذ كمية البروتين دفعة واحدة. نعم. ياخذ كل، لأن لها مضارات طبعا أكيد. عنا فبدي ياخذهم على عدد الوجبات بتاعته اللي بياخذهم. في ناس قالت لا، كمية البروتين لازم تتاخذ
مش حسب الجسم، انه بس على اساس الطاقه تعطي من 10 إلى 35%، حسب المجهود دكتور اللي حسب المجهود الشخص. نعم. في اليوم الدراسات الامريكيه والهيئه قالت لا، انه المجهود اللي بيبذل مجهود جسدي اكثر طبعا بحاجه الى كميه بروتين اكثر، ويحتاج من 2 إلى 3 جرام بكل كيلو جرام من جسمه. فنقدر نقول دكتور ان الكميه تختلف حسب وزن الشخص، حسب طاقه الشخص، حسب. نعم. نعم، بس يمكن قد تكون في نسبه معينه الواحد لازم يعرفها. نعم. سواء وزنه، شو الجهد اللي هو يبذله، مفروض يعرف ما يتناول اكثر من اللازم. نعم. نعم. طيب نتكلم دكتور عن اذا ما تناول كفايه من البروتينات، شي يصير في الجسم؟ يعني تكلمنا عن فوائد البروتينات في جسم الإنسان. نعم. إذا قلنا صار في نقص في البروتين، شو ممكن يصير؟ إحنا زي ما قلنا إنه البروتين أساسي للجسم. نعم. يبقى نقصه حيأثر على أعضاء كتيرة بالجسم. نعم. حيأثر على الشعر، يصير تساقط بالشعر، حيأثر على الجلد، بصير تقرحات بالجلد وبصير بقع بالجلد، يأثر على يعمل ورم بالقدمين وبالساقين، يصير تورم كمية المية، بأثر أنه بيعمل بعض الأمراض، في بعض الأمراض خاصة عند الأطفال، في مرض مثلا اللهم صل على النبي ما يحضرك الاسم. أيوة أيوة، في الماريزماس وفي الكوشر كور، عم بتذكرهم بالعربي. ماريزماس وكوشر كور وكاشيكسيا. ماريزماس هو اللي بيصيب الناس الانفنت، الأطفال اللي عمره أقل من 2 سنين. والكوشر كور بيصيب الناس اللي أكبر سنا، وبتلاقيه بنسميه سكين بوني، يعني جلدي وعظمي، بتلاقي ما فيش عظم، ما فيش عضلات بالمرة، بتلاقي بلوتينج أبدومن، بتلاقي بطنه منتفخ. نعم. وفي الكاشيكسيا اللي هي بتصيب الناس الكبار اللي إيه بتلاقيه طبعا ضعيف، وبس بتصيب الناس اللي الكبار بزن. ولذلك يبقى البروتين مهم جدا جدا بتكوين الأظافر، الأنسجة، الخلايا. يعني البروتين بيبني وبينظم وبيحافظ بنفس الوقت على الأنسجة والخلايا اللي بجسمنا، خاصة للشعرة وللجلد وللعظام. نعم، يعني احنا هالكلام كله دكتور عن البروتين الطبيعي سواء. نعم. كان حيواني او نباتي. او نباتي. نعم. نعم. ودكتور اذا ايضا تكلمنا وقلنا لان ساعات البروتين الحيواني وبما يختص باللحوم الحمراء، يعني طلعت تحتها خطوط حمراء كثيرة انها قد يسبب او يساهم في حدوث بعض الامراض. نعم. إذا قلنا دكتور البروتين النباتي أحسن البروتين الحيواني؟ شوف، هو البروتين كبروتين، البروتين النبات الحيواني قلنا زي إيه، في الأحماض الأمينية نوعين زي ما قلنا. نعم. أحماض إسنشال هي أساسي، وأحماض أمينية نون إسنشال. نعم. الأحماض الأمينية الإسنشال الأساسية والمهمة والهاي هي موجودة بالبروتين الحيواني. نعم. يبقى يفضل البروتين الحيواني أكثر من البروتين النباتي، ولكن برضو البروتين النباتي له دور كذا، ولكن البروتين الحيواني له كمية بروتين، بيعطي كمية بروتين أكثر من كمية البروتين النباتي. نعم. طيب دكتور احنا تكلمنا عن الأشخاص اللي ما يتناولون كفايتهم البروتين، إذا تكلمنا عن الأشخاص اللي يتناولون بروتينات كثيرة كمية كبيرة في آن واحد، شو ممكن تكون الأعراض أو المضاعفات؟ نعم. هو دايما الله سبحانه وتعالى ليش حدد لنا انه بدنا ناخذ طاقه من البروتين من 10 إلى 35، من الفات من 30 إلى 35، من الكربوهيدرات، كل شيء محدد. يعني كل شيء محدد حسب الانرجي، حسب طاقه الانسان وطاقه الجسم اللي اللي اللي, اللي بحاجه الى. ولذلك اذا اخذنا زياده عن اللزوم، البروتين بتجمع بشكل دهنيات وبشكل فات بجسم الإنسان، فصارت كمية بروتين كتيرة تجمعت بشكل فات وبشكل دهنيات بجسم الإنسان، وصارت أثر عليه. نعم. وتعمل له سموم، بتأثر. نعم. عليه بتعمل. نعم دكتور، طبعا احنا حديثنا بعده مستمر، عندنا الفقرة الثانية والفقرة الثالثة مع حضرتك وضيفنا أكيد، راجعين لك دكتور عقب الفاصل. شهادة حية من رياضي كمال الأجسام، لا تفوتون هذه الفقرة، راجعين لكم. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية، صحة شريكك الصحي مدى الحياة.
ثمان دقائق بالضبط. شيء عجيب. تكسل بدني. شو بعد؟ لتبدأ المهمة. ما يعرفون ذي. سلميات خمسة أربعين. بسرعة. وين موجود؟ وين موجود؟ نازل مستعير بسرعة البرق. ومن هاللحظة وين ما تكون نحن بنكون. وين ما تكون غدا 9 مساء على قناة أبوظبي الإمارات. كيف تسعد عائلتك فقط ب 149 درهما؟ في السينما، التسوق، أم السفر؟ حتما لا تستطيع، ولكن شبكة تلفزيون أبوظبي لديها الحل. إنها الباقة العائلية الجديدة، أقوى الأحداث الرياضية لصيف 2012، نخبة الإنتاجات السينمائية العالمية، أفضل البرامج الوثائقية، تغطية لأهم الأخبار العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من القنوات المتنوعة وبتقنية فائقة الوضوح. للاشتراك أو التجديد اتصل الآن. يعد مستشفى واريدول في كوريا الجنوبية الرائد عالميا في تقديم خدمات رعاية العمود الفقري. ونسبة لزيادة انتشار مشاكل العمود الفقري في الدولة، فقد قامت مبادلة بالشراكة مع مستشفى واريدول بإنشاء مركز ذو مقاييس عالمية في إمارة دبي لمعالجة مشاكل العمود الفقري. استطاع المركز منذ إنشائه بمعالجة وتخفيض عوارض آلام الظهر والرقبة المزمنة في أنحاء الدولة. مراكز صحية متخصصة، خدمة لمجتمعنا. يوه شرفت. أكيد طول النهار عند الكوافة. أكيد كل يوم حمام زيت وبلزة وغسيل وتسريح. يا حرام شكله حيسقط بالمدرسة. إمهات آخر زمان. الحل أسهل مع بيرت، لأن بيرت مستوحى من الخلطات العربية التقليدية، بيعطي الشعر نعومة وترطيب وأكيد كل التوفير. أكيد مو الأول. لا تكوني مفكرته عبقري زمانه. شعر جذاب بلا عذاب، بيرت. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. تعج النوادي الرياضية بالشباب الراغبين في تطوير بنيتهم الجسمانية لتكون شبيهة ببنية الرياضيين والنجوم المشهورين. كاميرا كيف الصحة كانت في إحدى هذه النوادي الرياضية وافتنا بهذا التقرير، خلينا نشوفه ويا بعض. احنا بنتمرن هنا من ساعتين لساعتين ونص في اليوم، ومن 4 لـ5 مرات في الاسبوع بشكل منتظم، بحيث ان احنا يكون جسمنا رياضي ونحافظ على اللياقه البدنيه للجسم. واكلنا بيكون اكل طبعا بيكون الى حد ما صحي، بنحاول نبتعد عن الدهون والحاجات المسببه للسمنه. في طبعا اذا بتحب تستعمل اي مكملات غذائيه، ولكن ده بيكون باستشاره الطبيب او باستشاره المدرب قبل ما تلجا لاي شيء، لان طبعا مش اي مكملات غذائيه بتكون مفيده للشخص نفسه. بالنسبه للتدريب، البرنامج التدريبي انا اتدرب 5 ايام بالاسبوع، حوالي ساعه 45 دقيقه في اليوم. بتغذى عادي، أنا رجيم رياضي عادي، أعيش على مكثر رجيم الخضروات والفواكه، أنا بعيد عن اللحوم وعلى كله، بس رجيم عادي طبيعي.
فوائد الرياضه هي يعني بناء الجسم، واحد يكون جسمه حلو كويس، يبعد كثير من الامراض. المكملات الغذائيه موجوده، هي يعني البروتين والامين وهم هم اللي يعوضوا الاكل. نعم مشاهدينا، مثل ما وعدناكم معنا اليوم انضم إلينا الكابتن عمر كامل شقير، طبعا هو بطل كمال أجسام، وبيكلمنا عن تجربته في هذا المجال الرياضي. أكيد نرحب فيك عمر، يا هلا، كيف الصحة؟ كيف الصحة اليوم؟ العافية، الله يسلمك. مرحبا. طبعا أول شيء احنا نشكر وجودك معنا، ونشكر يعني بتكون معنا وبتقول لنا عن تجربتك. أول شيء ما شاء الله عليك، يعني العضلات باينة واضحة. طبعا الشباب اللي يشاهدون أكيد يتمنون، كثير منهم يتمنون يحصلون على هذه البنية الرياضية. في البداية عمر، لو تكلمنا متى بديت مع كمال الأجسام؟ نعم، أنا بديت لعبة كمال الأجسام بمرحلة المراهقة، تقريبا 16 سنة. تقريبا إلي 20 سنة بهاللعبة. ما شاء الله. فنحن كرياضيين لعبة كمال الأجسام بكون اعتمادنا الأكبر على نسبة البروتين بالأكل. نعم. مثل ما ذكر الدكتور، كل كيلوغرام بده 2 جرام بروتين لحتى يساعد على النمو العضلي. نعم. فنحن نسبة الأكبر حاول يكون برنامج غذائي تبعنا اعتماد على الألياف وعلى البروتينات وعلى الفيتامينات والأحماض الأمينية. فالبروتين بناخذه من الدجاج، من السمك، من الحليب، من البيض، والألياف ناخده من الرز، من الكربوهيدرات. نعم أكيد الخضروات لها دور كبير أيضا. أكيد. في نعم. طيب عمر، لو أنا سألتك يعني إحنا أنت قاعد تتكلم على مصادر عديدة للبروتين. نعم. بس من كلامك كلها مصادر طبيعية، سواء كانت حيوانية أو كانت نباتية. نعم. طيب الحين أنا إذا سألتك إيش كثر صار لك وقت ليه ما وصلت؟ يعني أنت تقول من 16 سنة صار لك 20 سنة. نعم. صار لك 20 سنة تعمل على بناء هذه العضلات، على هذه الحمية الغذائية. نحن كرياضي فنمو العضلة بده وقت. نعم. فبده تايم، فما ما أي رياضي يفكر إنه بشهر وشهرين يبني جسم. مثلا ممكن نشوف أفلام، يشوف أبطال، يشوف كذا، فكر إنه خلال شهر أو شهرين يصير عنده هالكتلة العضلية أو هالجسم بهالشكل هذا. نعم. فهي النمو العضلي فبده وقت. فأي رياضي بيفكر يلعب كرة مثلا، فما ياخذ إنه أنا بشهر أو بشهرين رح يطلع لي عضلات. فبده مرحلة من 6 شهور لسنة ونص لحتى يبين عليه لعب كمال أجسام. نعم. وانت كان عمرك 16 سنة، بس يعني في كثير من الشباب في هذه الفئة العمرية المراهقين. نعم. حابين تصير عندهم هذه اللياقة وهذه. نعم. هذا الجسم، بس بطريقة خاطئة قد تكون، وبنتكلم فيها أكيد بالتفصيل في الأسئلة الجاية. بس قبل لا أنتقل وأرجع لك دكتور، بس حابة أسأل يعني بالنسبة لحميتك الغذائية، أنت تكلمت أنه في بروتين. نعم. ممكن نتطفل شوي عليك ونعرف. نعم. بالضبط شو تاكل في اليوم الواحد؟ نعم، نحن بالنسبة لألي أنا كأكون عندي تحضير بطولة كمال أجسام، فمثل ما قال الدكتور لازم اعتمادنا الأكبر يكون على نسبة البروتين العالي. نعم. يعني أنا وزني 120، بدي كل 1 كيلو 2 جرام بروتين. نعم. فأنا باكل 15 بيض البيض الصبح ما شاء الله، مع شوفان وحليب ما شاء الله. لفترة الغداء كيلو صدر دجاج مع رز. نعم. وانت قلت لي ان انت عندك 5 وجبات. نعم. فوجبة قبل التمرين كمان لازم يكون فيها كربوهيدرات، من بطاطا لمعجنات ممكن. نعم. اوكي. والوجبة الأخيرة تكون نسبة بروتين عالي وما يكون فيها كرب مشان ما تخزن دهون. نعم. يعني اعتمادنا يكون على التونة، على السمك، على صدر الدجاج. نعم. على البيض، على الحليب. وبالنسبه للالياف ناخذها من عن طريق الخضروات والفواكه. ما شاء الله عليك، يعني في هذه في هذا الوعي باهميه التنوع حتى في مصادر البروتين. نعم. يعني دكتور لو رجعتك الحين، وبرجع لك اكيد عمر في اسئله اخرى، نتكلم عن رياضي كمال الاجسام. في كثير من الاشخاص يلجؤون الى تناول نوعين من البروتين، اللي هو الواي بروتين كونسنتريت وعندنا الواي بروتين ايسوليت. اذا دكتور تعطينا بس لمحه عن ما هم هذين البروتينز ولماذا يلجؤون اليهم؟ وزي ما حكينا عندنا، يعني حضرتك سألت سؤال حلو وإله إنه أنت تأخذ 5 وجبات بس بنعلي عليها. نعم. بعدين بالنسبة للوي ايزوليتد بروتين والوي كونسنتريتد، الوي ايزوليت هو عبارة عن مصل اللبن، المصل تاع اللبن، الحليب تاع الحليب، سوري هني بنقوله، في ناس تقول له لبن. نعم. بس هو الحليب، مصل الحليب نفسه من خلف لما نعمل حليب لجبني في المصل تاعه، هذا اسمه الواي ايزوليتد بروتين. هذا قيمته البيولوجيكال، القيمه البيولوجي تاعته عاليه جدا جدا، حوالي 157% اعلى نسبه، وامتصاصه سهل وسريع. ولذلك احنا بننصح فيه هذا،
ليه؟ حتى ياخذوا انه بيلعب رياضه او لهي في طاقه كميه من البروتين عالي وامتصاصه سريع وما إلوش اي سايد افكت، ما إلو اي مضاعفات، فممكن ياخذوا. النوع الثاني اقل منه بالبيولوجيكال فاليو اللي بس حوالي 107، يعني هذاك 157 هاي حوالي 107. البيولوجيكال تاعته أقل من هذاك، وبرضه هو من الحليب وأرخص منه شوي، ولكن بسهولة الامتصاص الواي ايزوليتد بروتين أسهل من الكونسنتريتد بروتين. ويعني الأشخاص يلجؤون إليهم لأنه يحتوون على نسبة أكبر، بس دكتور ما فيها خطر إذا يتناولون أكبر من القدر المسموح؟ احنا قلنا انه الانسان الرياضي، الانسان الطبيعي العادي عندنا بده كميه بروتين محدوده. نعم. بس الانسان الرياضي او الانسان اللي بيعمل بحاجه الى كميه بروتين اكثر. نعم. ولذلك حضرتك سالتي سؤال قلتي له 5 وجبات. نعم، احنا بنفضل انه الرياضي حتى اي انسان ياكل 5 وجبات خاصه للرياضي. ليه؟ لان اذا اخذ وجبه واحده وكميه البروتين قلنا من 2 إلى 3 220 جرام باليوم حياخذهم دفعه واحده، حتاثر على الكلى وعلى الكبد، تجهد الكلى وتتعب الكلى وتأثر على الكبد وإلى مضاعفات كتيرة. فلذلك بدنا نقسم هدول ال 250 جرام على 5 وجبات على أساس يأخذ 50 جرام مثلا بكل وجبة، على أساس ما تعمل لها سايد، ما تعمل سايد إفكت أو مضاعفات للجسم. أكيد. وطبعا احنا قاعدين نتكلم في هذه الفقرة عن رياضي كمال الأجسام، يعني ما نقول حق الشخص العادي يروح ياكل 5 وجبات في 15 بيضة بياض، بيضة اكيد البياض الصفار. نعم، مش الصفار، الصفار بياكل في كوليسترول. البياض. نعم. هو في بروتين البياض. ندخل في مشكلة ثانية اذا مشكلة الكوليسترول. نعم، عندنا اتصال اول ناخذه ويا بعض. معانا محمد، يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك، تفضل. كيف الاختي، شو اخبارك؟ خير الله يسلمك. اول شيء متشكركم على البرنامج الحلو. نشكرك على المشاهدة. استفيد منه قبل اسبوع كان على اعراض التدخين، والحين ما شاء الله على البروتين. نعم، ان شاء الله تكونوا مستفيدين وتاخذون هذه النصائح كلها. مستفيدين اكيد بوجود الدكتور بوجودكم. بس عندي سؤال بالنسبه للدكتور من بعد اذنك. تفضل. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الاخبار دكتور؟ الله يبارك فيك دكتور. عندنا استفسار بسيط، بس بالنسبة للعالم اللي حابين يتمرنوا حديد أو يتمرنوا رياضة بس عندهم مرض السكري، فهل بيأثر؟ وشو الحمية المضبوطة عشان يتمرنوا حديد بس إنه ما يأثر على السكري عندهم؟ نعم، شكرا لك محمد. سؤال مهم جدا. نعم. وفي وقت بعد. نعم، نعم. نعم دكتور، بالنسبة لمرض السكري طبعا الرياضة مهمة له وأساسية. أوكي. حتى أحدث دراسة وجدوها إنه بالنسبة أحسن علاج لمرض السكري هي الدايت أند إكسرسايز، يعني التمارين الرياضية والهيلثي فود، الأكل الصحي، هاي أحسن علاج لمريض السكري. بس ولكن ما بنصح مريض السكري إنه يعمل مجهود عالي أو نعمل نشاطات عالي إلا إذا كان نسبة السكر عنده بالدم بحدود الطبيعي، as normal as possible، بحدود الطبيعي. إذا كانت نسبة السكر عنده بالدم طبيعية فممكن يعمل رياضة ويعمل عادة، بس ينتبه لأن حيخسر كالوري أكتر، حيخسر سكر أكتر، ممكن يجي عكسي، يجي هايبوغلايسيما، نقص كمية السكر بالجسم. فلذلك بده ياخد باله، بس الرياضة أساسية ومنسميها حجر الزاوي بعلاج مرض السكري هي الرياضة والهيلثي فود. نعم. فسؤال وجيه، شكرا. سؤال وجيه جدا، ويمكن حتى مع نسبة البروتينات أو